بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الخميس 4/11/2021 الساعة 11 صباحا، درجة حرارة 33. المسافة بين 8 كيلو ل 10 كيلو من الشمال الغربي من اللوفت. اليوم عندنا حمام الستوكات وعندنا حمام الخبرة، نطلقهم مع بعض مسافات من الجزيرة لتقليل الفاقد من الـ قليل الخبرة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقة جيدة، تشكيل منتظم، الارتفاع، الدوران. الى الان احنا في السليم في حمامة فرقت من التشكيل، لكن ان شاء الله ترجع رايحة في الاتجاه الخطأ. ما اعرف اذا هي من حمامنا ولا من حمام، لكن في الاتجاه الخاطئ، ممكن تريح وترجع آخر يوم. اليوم الجو جميل، ما في حرارة زايدة وما في هواء شديد، فلذلك إن شاء الله بيكون الطيران كما هو متوقع. وراء البنايات ممكن راح في اتجاه خاطئ، لكن نقول ان شاء الله انه يرجع. والاتجاه خلفنا بالضبط، الان في حمامة راحت في الاتجاه هذا، ان شاء الله بعد انها هي تعرف الاتجاه الصحيح وترجع ان شاء الله. الحمامة ظهر انه اختفى بين البنايات، احتمال انه راح في الاتجاه الخاطئ، لكن حمام ذكي ان شاء الله انه يعود للبيت ان شاء الله.